مبادرة نورة دي المبادرة اللي هدفها تمكين الفتيات وتواجدهم بمعرض تنمية الأسرة المصرية بالعالمين الجديدة. المبادرة بتهدف لتعليم البنات مهارات جديدة وتقديم تجارب تعليمية ممتعة. المبادرة دي أطلقها المجلس القومي للمرأة وبتأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية. خلينا نشوف. مهرجان العالمين الجديدة مش بس بيتمتع بالعديد من الفعاليات المتنوعة، لكن كمان بيحتضن المبادرات المجتمعية المهمة، ومن ضمن المبادرات دي هي مبادرة نورة اللي أطلقها المجلس القومي للمرأة بهدف تمكين الفتيات في سن مبكر وتأهيلهم وتدريبهم. عشان كده احنا موجودين معاكم من داخل مبادرة نورة اللي موجودة في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، تحديدا في معرض تنمية الأسرة المصرية. فتعالوا بينا نتعرف على مبادرة نورة ونشوف ايه الأنشطة اللي بيقدموها للفتيات والأطفال من أرض مدينة العالمين الجديدة. يلا بينا. مبادرة برعاية رئاسية برعاية السيدة الأولى انتصار السيسي. المبادرة بتستهدف البنات من 10 ل 14 سنة. بدأنا في أسيوط وفي سوهاج، وبعد كده السنة دي إن شاء الله إحنا هنشتغل في القاهرة في الأسمرات، وهنشتغل في محافظة القليوبية، وهنشتغل كمان في محافظة بني سويف. البنات بيدربهم ميسرات، الميسرات دول بيكون سنهم من 18 ل 24 سنة بحيث إن هم يكون سنهم قريب من البنات. بندربهم على دليل تدريبي، الدليل التدريبي ده مكون من 40 جلسة ب40 موضوع. البنات بيوصلهم الموضوعات دي من خلال جلسات أسبوعية، كل أسبوع الميسرة بتقعد مع البنات تعرفهم عن الموضوع ده، موضوعات تهمهم في السن الصغير زي مثلا هما ازاي يحوشوا، زي التمكين الاقتصادي بس بشكل مبسط، زي مهارات حياتية، زي مهارة التفاوض وكده. سألك شفتي ازاي رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية لهذه المبادرة وأهمية الرعاية دي طبعا لمبادرة زي دي؟ بيبين للبنات ان في إرادة سياسية بتسعى لتمكين البنات على أعلى مستوى. احنا بنتكلم على أعلى مستوى موجود، مستوى رئاسي رعاية السيدة الأولى، وبيبقى في اهتمام شخصي منها انها بتتابع التقدم اللي بيحصل في تنفيذ المبادرة كل فترة. في البداية خالص الموضوع كان صعب، لان كان في أغلب الأهالي ما كانتش يعني موافقة ان احنا ناخد بناتهم ونديهم الجلسات دي، بس احنا قدرنا ان احنا نتغلب على ده من خلال ان احنا في الأول خالص نزلنا للأهالي في البيوت، وبعد كده في كمان جلسات خلال 40 جلسة دي بتجمع ما بين البنات يعني وأولياء أمورهم. فعرفنا بقى من خلال المناقشات اللي هي في الجلسات دي اللي بتجمع ما بين البنات وأولياء أمورهم ان هم لا، الموضوع اختلف، ان هم في الأول البنات كانوا لما يقعدوا مثلا يطلبوا حاجة من مامتهم أو باباهم فما كانوش بيطلبوها في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، فلا بعد الجلسات ده فرق مع البنات ان هم بقوا بيختاروا الوقت اللي أنا ازاي أتكلم فيه مع ماما، بيرتبوا كلامهم قبل ما بيقولوه. كمان لو مثلا هي ما اقتنعتش بالطريقه دي فانا لا احاول اقول لها مميزات الحاجه دي وقد ايه هي هتنفعني، وده عرفوه برضو من خلال الجلسات بتاعتنا. ورش فنية وأعمال جميلة سواء الرسم أو المشغولات المختلفة، وكمان تربية السلوك السليم وكيفية التعامل داخل المجتمع، كل ده بتقوم به الجهات المختلفة، ومبادرة نورة واحدة منهم، لأنها كمان بتعول على الفتيات وإزاي بيكونوا هم عماد لأي أسرة بعد كده وتربية النشأ. صحيح، وخلي بالك التنوع كمان في فئات المجتمع المختلفة في تقديم الدعم ليها، وجودهم كلهم في مهرجان العالمين ليه رسائل كتير جدا. بنشوف دعم للمرأة، شفنا من شوية دعم للأئمة ذوي الاحتياجات الخاصة، أئمة وزارة الأوقاف، شفنا دعم أيضا للأطفال في مبادرات خاصة ليهم موجودة في شواطئ العالمين، فأعتقد تمثيلهم كلهم على شواطئ هذه المدينة الساحرة بيعد رسالة مهمة جدا لكل أبناء الوطن المصري. صحيح.